النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم النشرة الجوية الرئيسية، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال 24 ساعة القادمة وأيضا خلال الثلاث أيام القادمة بحول الله. تتأثر المملكة تدريجيا خلال الساعات القادمة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى، يترافق بزخات من الأمطار وأيضا يترافق بجبهة هوائية باردة تعبر أجواء المملكة خلال بداية الليلة القادمة وأيضا خلال ساعات منتصف الليلة القادمة. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور التي سنتحدث فيها خلال هذه النشرة. سنبدأ نشرتنا كما ذكرنا بتفاصيل المنخفض الجوي الذي يبدأ تأثيره على المملكة خلال ساعات منتصف هذه الليلة، أيضا زخات من الأمطار متوقعة، انخفاض على درجات الحرارة يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة. نبدأ الآن نشرتنا باستعراض لخرائط توزيع الأنظمة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة أو خلال ساعات نهار اليوم. لا يزال المرتفع الجوي الكبير والعنيد والقوي متمركز هنا فوق غرب البحر المتوسط وأيضا فوق غرب القارة الأوروبية، يدفع بهذه الكتلة الهوائية الباردة من شرق القارة الأوروبية جنوبا باتجاه البحر الأسود وأيضا باتجاه تركيا. سيعمل هذا الاندفاع على تشكل لمنخفض جوي هنا في غرب جزيرة قبرص. هذه هي الجبهة الهوائية الباردة التي تتحرك تدريجيا خلال الساعات القادمة نحو المملكة. كما ذكرنا تبدأ تأثيراتها خلال ساعات ما قبل منتصف الليل وأيضا خلال ساعات منتصف الليل. المنخفض الجوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى. ما معنى درجة أولى؟ هو التصنيف الأضعف في تصنيف شدة المنخفضات الجوية حسب مقياس طقس العرب. كمية الأمطار المتوقعة حوالي 25 ملم خلال فترة تأثير هذا المنخفض، أي خلال فترة من منتصف ليل الجمعة على السبت وخلال نهار يوم السبت. أيضا سرعة هبات ستكون قوية نوعا ما حوالي 70 كيلومتر في الساعة. عدد المناطق المشمولة هي الشمال والوسط وأيضا مرتفعات الجنوب. مدة تأثير حوالي 24 ساعة. درجات حرارة باردة نوعا ما بسبب الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي بين 5 إلى 10 درجات مئوية. بالنسبة للثلوج لا توجد أي فرصة للثلوج في أي مكان، في عموم مناطق المملكة لا يوجد أي فرصة لتساقط الثلوج بما في المرتفعات الجنوبية. ننتقل الآن وإياكم إلى تفاصيل هطول زخات الأمطار بالخرائط التوضيحية خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. نبدأها من ساعات عصر ومساء يوم الجمعة. المنخفض الجوي يتمركز هنا فوق غرب قبرص. هذه الجبهة الهوائية الباردة الماطرة التي تتحرك تدريجيا خلال الساعات القادمة لتصل الأجواء المملكة خلال ساعات ما قبل منتصف الليل انطلاقا من المنطقة الشمالية، ثم تصل المنطقة الوسطى خلال ساعات منتصف ليل الجمعة على السبت، وبالتالي تسحب هذه الجبهة بهطول زخات من الأمطار، أيضا نشاط في سرعة الرياح، وأيضا ربما تترافق ببعض الرعد خاصة في المنطقة الشمالية. خلال ساعات ما تبقى من الليل تنتقل الفعالية الجوية تدريجيا نحو المرتفعات الجنوبية. تبقى الفعالية مستمرة بالمنطقة الشمالية والوسطى، أيضا تمتد قليلا نحو المنطقة الشرقية. يوم السبت بحول الله تهب على المملكة رياح غربية رطبة قادمة من البحر المتوسط باتجاه المملكة. ستعمل على استمرار لفرص هطول زخات الأمطار على المملكة بسبب التيارات الغربية الرطبة التي تعمل على نشوء لغيوم منخفضة الارتفاع، وبالتالي تكون الأجواء يوم السبت باردة، فرصة لزخات من الأمطار، أيضا هناك فرصة لتشكل الضباب فوق القمم الجبلية العالية. ننتقل الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على العاصمة عمان خلال الأيام القادمة. كما ذكرنا يوم السبت طقس بارد وهناك فرصة لزخات من الأمطار، 10 درجات مئوية كحرارة عظمى، 5 كحرارة دنيا. يوم الأحد هناك غيوم، طقس غائم جزئي، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، 13 درجة مئوية كحرارة عظمى. يوم الأحد تعود فرص زخات الأمطار، 9 درجات مئوية كحرارة دنيا. يوم الاثنين تستمر أيضا فرص زخات الأمطار، وبالتالي ترتفع قليلا درجات الحرارة، 16 درجة مئوية كحرارة عظمى، 8 درجات مئوية كحرارة دنيا. كما ذكرنا هناك فرصة لزخات من الأمطار إذن يوم السبت، تراجع فرص هذه خلال ساعات نهار يوم الأحد، تجدد فرص الأمطار خلال ساعات مساء وليل الأحد وأيضا نهار يوم الاثنين. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.